أعظم ملك مسلم في وقته، أنقذ الأندلس من ضياع محقق، خاض واحدة من أعظم المعارك بتاريخ المسلمين، عاش قرنا كاملا من الزمن واستمر صيته لقرون قادمة. يوسف ابن تشافين ابن الصحراء الذي وحد بلاد المغرب. هو يوسف ابن تشافين ابن إبراهيم المكنى بأبي يعقوب، ينتمي إلى قبيلة ليمتونة إحدى قبائل صنهاجة. ولد يوسف بصحراء موريتانيا ونشأ فيها، عرف بالتقشف والزهد رغم اتساع إمبراطوريته، وكان شجاعا وأسدا جسورا. ملك وحد المغرب. قرع ابن تشافين الإسبان والخونة من ملوك الطوائف ووحد المسلمين في بلاد المغرب في زمان كان المسلمون فيه بحاجة ماسة لأمثاله، إذ كانت الظروف السياسية السائدة في زمنه معقدة للغاية. ففي بغداد كانت الخلافة العباسية تعاني ضعفا شديدا أفقدها السيطرة على معظم ولاياتها. وفي مصر ساد الحكم الفاطمي، وفي بلاد الشام كانت قد بدأت بواكير الحملات الصليبية بالنزول في سواحل الشام، وفي الأندلس استعرت الخصومة والخيانة وعم الفساد بين ملوك طوائفها. أما بلاد المغرب الإسلامي فكانت هناك قبائل تسعى للسيطرة على الشمال المغربي وتحصن مواقعها في المدن الساحلية كسبتة وطنجة ومليلة. تمثلت في جزء منها بإمارة تسمى الإمارة البرغواطية التي سيطرت على شمال المغرب وبنت أسطولا قويا لها وحصنت قواتها البحرية المطلة على مضيق جبل طارق. دولة المرابطين. عام 445 هجرية 1053 ميلادية أسس عبد الله بن ياسين حركة المرابطية، وتعني الرباط في سبيل الله، ليتسلم قيادتها بعد 10 سنوات يوسف ابن تشافين، ليبدأ بتعمير البلاد وحكمها بالعدل. كان يختار رجالا من أهل الفقه والعلم والقضاء ليساعدوه في الحكم، واهتم ببناء المساجد وتوحيد المسلمين تحت إمارته. أما عسكريا فعمل على التوسع شرقا وجنوبا وشمالا، فبدأ بمواجهة الإمارة البرغواطية، واستعان لذلك بداية بالمعتمد بن عباد أحد أمراء الأندلس الصالحين الذي أمده بقوة بحرية ساعدته في القضاء على البرغواطيين، ليوحد بذلك المغرب كله حتى مدينة الجزائر شرقا وغانا جنوبا. وقد منحه الخليفة في بغداد آنذاك أحمد المستظهر بالله الولاية على ما تحته من بلاد، ولقبه بأمير المسلمين. رسالة استغاثة أندلسية غيرت مجرى التاريخ. على الضفة الأخرى من المتوسط كان المسلمون في ضعف من أمرهم تحت حكم ملوك الطوائف وتهديد ألفونسو السادس ملك قشتالة لمدنهم، ليرسل هؤلاء رسالة استغاثة لابن تشافين لينصرهم على ألفونسو السادس، ليسارع ابن تشافين بالاستجابة لهم ويقابل ألفونسو في واحدة من أبرز معارك دولة المرابطين. الزلاقة. معركة غيرت تاريخ الأندلس. وضع ابن تشافين خطة معركته المحكمة على 3 مراحل، إذ قسم جنوده لـ3 جيوش لمفاجأة جيش ألفونسو الذي شعر أنه اقترب من النصر على جيش المرابطين الذي كان بقيادة ملك إشبيلية المعتمد بن عباد وداود بن عائشة أحد قادة جيش المرابطين المشهورين، لتكون المفاجأة بنزول ابن تشافين لأرض المعركة مع نخبة الجيش المرابطي وحرسه الخاص الذي كان يبلغ حينها 4,000 مقاتل أشداء. هجموا من الخلف على معسكر ألفونسو ليصبح ألفونسو بين شقي رحى، جيش المعتمد بن عباد وجيش ابن تشافين. وقد أصيب ألفونسو إصابة بالغة في فخذه، ويقال أنه استطاع الهرب بـ500 من جنوده فقط من أصل 80,000 دخل بهم المعركة. نهاية هادئة بعد قرن كامل من العطاء. بعد موقعة الزلاقة عاد ابن تشافين للمغرب
لكنه بين الحين والآخر كان يوجه معاركه ضد ألفونسو، ملوك الطوائف الذين تحالفوا مع عدو الأمس ضد ابن تاشفين، وبلغت مواجهتهم هذه 4 معارك. استطاع في 4 والأخيرة ضم الأندلس كلها تحت إمرته، ليعود بعدها إلى المغرب تاركا ابنه محمد واليا على شرق الأندلس. عاش ابن تاشفين آخر أيامه في هدوء وراحة، لكنه مرض في السنة الأخيرة من عمره، وكان قد اقترب من عمر 99 عاما، ليشهد عام 500 هجرية النهاية الهادئة لشخصية إسلامية متميزة وقائد جمع خصال القوة والخير والفضيلة. فما رأيك بهذا الملك العظيم؟ نرجو مشاركتنا في التعليقات.